أصبح حاليا كأني أنا أقول لك لو أنت معاك قيمة 595 جرام فضة خالصة كده أنت بلغت النصاب. جرام فضة خالص يعني مش مشوب بأي شيء، مش مخلوط بأي شيء. فأي واحد معاه فلوس النهاردة عاوز يعرف هل هي بلغت النصاب ولا لا، أقول له اسأل عن ثمن جرام الفضة الخالص، وبعد ما تعرف ثمن جرام الفضة الخالص اضربه في النصاب اللي هو كام، 595 جرام فضة، شوف هيطلع كام. طلع مثلا 30,000، شوف الفلوس اللي معك كام. لو كانت 30,000 فصاعدا فأنت كده بلغت النصاب، كانت أقل فهذا المال الذي معك ليس فيه زكاة واجبة. طيب ده بالنسبة لنصاب الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا نصاب الفضة في هذا الحديث. في رواية تانية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن نصاب الذهب 20 دينارا. الدينار بيساوي 4 جرام وربع ذهب خالص، يعني عيار كم؟ 24. لو حسبتها هيطلع النصاب 85 جرام. نصاب الذهب الأقل في الصفاء بيختلف عن نصاب الذهب الخالص، فاحنا نصاب الذهب اللي هو عيار 24 الذهب الخالص 85 جرام. طب انت لو عاوز تعرف نصاب عيار اي ذهب، نصاب الزكاة بتاعه، وتعمل ايه؟ بتشوف عدد الجرامات كام وتضربها في العيار، وبعد كده تقسمها على 24. وصلت كده؟ مثلا انا كمحمد رحت للشيخ علي وقلت له يا شيخ علي انا معايا 100 جرام ذهب عيار 21، هل فيهم زكاة ولا لا؟ علشان اعرف نصاب زكاة الذهب اللي هو عيار 21 اعمل ايه؟ اشوف عدد الجرامات، انا معايا كام؟ 100 جرام. طيب اضربه في كام؟ في العيار في 21، واقسمه على كام؟ على 24، هيطلع كام يا شيخ علي؟ 87.5 جرام. فانت بتحدد النصاب على حسب عدد الجرامات. وصلت كده؟ ده في حالة ايه؟ ده في حالة ان انت معاك ذهب. طب انت لو معاك فلوس، انت لو معاك فلوس نقدية يا اما تحسب على نصاب الفضة اللي هو 595 جرام، يا اما تحسب على نصاب الذهب الخالص اللي هو كام؟ 85 جرام. بتختار بينهم بناء على ايه؟ بناء على الحالة اللي انت ايه؟ حالة المكان او المعيشة اللي انت عايش فيها، ايهما ارفق بالفقير. وصلت كده؟